ناخد حكاية صورة، نشوف معانا صورة حضرتك تقولنا حكاية الصورة دي. ده أيام كنا بنلعب. دي الأردن، الأردن لا العراق، كنا في العراق. كنا في كان دول مجلس التعاون العربي، كان مصر والعراق والأردن واليمن، وكل سنة بيعملوا دورة. فدي كان الدورة، كان في العراق الماتش ده كان 89 هناك. كنا بنلعب الزوراء العراقي في المباراة دي، وكان التعادل يكفيهم، وتعادلنا كنا كسبانين 1 وتعادلوا معانا في الآخر برضه بظلم تحكيمي كده. ظلم تحكيمي. خلينا نشوف الصورة اللي بعدها. الصورة دي حازم الله يرحمه طبعا، محمود حسن، خالد الصاوي، سيد توفيق، ابو طالب، طارق الوحش، عصام، محسن صفر، طارق الصاوي، وانا. دي كنا في سويسرا اعتقد. كنا تقريبا ترانزيت راجعين من مباراه في بطوله افريقيه ونزلنا ترانزيت، كنا في سويسرا اعتقد الصوره دي. كل صوره بيبقى ليها اعتقد فريق من زئير، ورحنا عن طريق سويسرا. الصوره دايما بتخلينا يعني نسترجع ذكريات فيها الجميل والجميل، صورتين ليهم ذكريات جميله. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل لسه مكملين فقرتنا مع كابتن محمود جابر مدرب الاسماعيلي السابق. ابقوا معانا.